من أجلها الإمام الحسين عليه السلام مناصرا وعدم التراجع عنها حتى اللحظة الأخيرة والثبات حتى استشهاده، وجميع من خرج معه من أهل بيته وأنصاره كانت كفيلة بكل الاعتزاز والفخر والعظمة التي نالتها واقعة الطف الأليمة، وهذه المبدئية والثبات عليها هي التي أثرت وأذهلت الجميع. أحبتي المتابعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج شمس الفرات. صفحة ناصعة أخرى من صفحات العائلة العلوية بتأريخها المشرف. هذه المظلومة رغم صغر سنها قد خبرت كل ما جرى لأخيها الحسين عليه السلام من حصار وعطش وتنكيل، فاستشهدت سريعا في الكوفة أثناء سير موكب السبايا من كربلاء إلى الكوفة، وذلك بسبب الجراح التي أصابتها من شدة العطش والصدمات ومن هول ما نزل بها وسائر الفاطميات عند هجوم العتاة على خيامهن وحرقها بتلك الصورة المفجعة. تظهر لنا السيدة خديجة ابنة أمير المؤمنين عليه السلام وزوجة عبد الرحمن بن عقيل الذي استشهد في كربلاء مع الإمام الحسين سلام الله عليه. الله وسلام على سيد الأنبياء محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أحبتي المشاهدين، بكل الخير، ألتقي بكم بحلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم برنامج شمس الفرات. نرحب بضيفتي الكريمة لهذا اليوم الأستاذة الجامعية الدكتورة نداء الكعبي. مرحبا بك دكتورة. مرحبا ست أنوار، حياكم الله. حياكم الله. يعني دكتورة، نتحدث اليوم عن البعد التربوي. نعم. لواقعة الطف، هذه الواقعة التي حملت في طياتها الكثير من الصور والأشكال التي انتهكت من خلالها حقوق الإنسان وكل معايير الإنسانية إن صح التعبير. يعني ما هي الأبعاد التربوية والإنسانية لحركة الإمام الحسين سلام الله عليه؟ طبعاً أرحب بحضرتك ومشاهديكم الكرام جميعاً، وعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بذكرى استشهاد الإمام الحسين، هذه الذكرى المتجددة في كل عام، الذكرى الأليمة على قلوب المسلمين جميعاً. حقيقة يعني الدروس التي تركتها ثورة الإمام الحسين هي ليست فقط دروس تربوية ودروس دينية وأخلاقية، يعني دروس عديدة، والأخص من هذه الدروس هو برنامجكم اليوم الكريم اللي يتحدث عن دور المرأة يعني في هذه المعركة في قضية الإمام الحسين. حقيقة المرأة جسدت، بالإضافة إلى أنه الإمام الحسين سلام الله عليه وثورته وقضيته جسدت معالم تربوية وتركت آثار مهمة في المجتمع الإسلامي والمجتمع الإنساني عموما، لأن ثورة الإمام الحسين ودروسها وأثرها لم يعد متعلق بالجانب الإسلامي فقط وبالمجتمع الإسلامي ودروس للمسلمين فقط، إنما هي ثورة ودروس لكل الإنسانية. اليوم كل الإنسانية والتاريخ الإنساني ليس فقط التاريخ الإسلامي استفاد من هذه الثورة، ونجد أن ثورة الإمام الحسين هي تدرس في حتى الجامعات العالمية، يعني في الجامعات الأمريكية، جامعات الأوروبية، عن مخاطات هذه الثورة، عن نتائجها، عن معطياتها، عن تحدياتها. يعني هذه الثورة وأثرها لولا لم تكن ثورة كبيرة تركت دروس مهمة لما كانت هذه الجامعات العالمية تدرس آثار هذه الثورة، وهنالك أيضا فيلم، كان فيلم عالمي جسد ثورة الإمام الحسين. حقيقة هذه الثورة هي مهمة جدا، نستفيد منها دروس دائما، احنا على في كل عام نطلع باللقاءات ونكتب. نعم. يعني تجدد هذه الثورة، طبعا هي متجددة. نعم. وإن كانت يعني لا نقول إنها قديمة، إنما هي مترسخة ومتجذرة جذورها في معالم المجتمع والتاريخ الإسلامي والتاريخ الإنساني عموما. لكن في كل مرة وفي كل عام في ذكرى هذه الثورة
تتجدد الدروس، وخاصة أنه نتمنى أبنائنا يستفيدون وبناتنا من هذه التجربة المهمة اللي إحنا حقيقة بنفسنا دائما نستفيد من عتش غير إحنا كبرنا، وكبرنا على قضية عاشور وقضية محرم والثورة الحسينية وآثارها وتأثيرها، لكن مع ذلك في كل عام إحنا نستفيد دروس جديدة من هذه الثورة وتأثيراتها. يعني الثبات اللي تمتع به الإمام الحسين، الثبات على هذه الثورة، هل الثبات يعني له دور حقيقي في مؤازرة ومساندة قومه وأصحابه ومن معه؟ يعني هذا الإصرار على ديمومة الرسالة وديمومة الرسالة من 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 كل الأبعاد، ديمومة نعم الرسالة صحيح. النبوية، ديمومة الرسالة الإسلامية، ديمومة الرسالة الإنسانية، نعم. لأنه هي ثورة إصلاح الفكر، إصلاح نعم. المجتمع، إصلاح الذات، يعني ثورة إصلاحية بكل ما تحمله هذه المعاني. نعم. ماذا نفسر الثبات للإمام القائد الإمام نعم. المعصوم سلام الله عليه؟ الإمام الحسين سلام الله عليه يعني بصفته واحد من الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، يعني حقيقة جسد بهذه الثورة بصفته أنه كان رمز في الثورة الحسينية لكل الرجال في هذه الثورة، وكانت أيضا السيدة زينب هي رمز لكل النساء في هذه الثورة في واقعة الطف وفي هذه القضية الحسينية المهمة. حقيقة ثبات الإمام الحسين وأهل بيته كلهم في هذه القضية وثباتهم على نصرة الحق، لأن هي الثورة أخذت عدة معالم. أولا مثل ما ذكرتي حضرتك هي أخذت الواقع الإنساني، لأنها كانت ثورة للإنسانية من أجل الإنسانية، أيضا هي ثورة لإحقاق الحق وتحقيق العدالة، أيضا هي ثورة يعني جسد بها الإمام الحسين الثبات والمبادئ والشجاعة، لأن هو رغم بكل صورها يعني نشوف سلام الله عليه عندما استشهد الإمام علي الأكبر أمامه، يعني كان الإمام نشوفه يعني كان مشاعره مع ابنه، كان حقيقة يعني مع يعني حقيقة كأب، يعني احنا اليوم من نفقد شخص واحد عزيز علينا لو ينصاب مصيبة بسيطة او جرح بسيط تأثير احنا شلون تأثير عاطفي عندنا. الله يساعده سلام الله عليه سيدي يعني. ومولاي يعني يشوف اولاده، ابنه الطفل عبد الله الرضيع عندما يعني ضرب بسهام وقتل امامه بين ايديه في حضنه، حقيقة يعني هذه ماكو ثبات اكثر من هذا الثبات، واجى من اجل الحق، من اجل نصرة الحق، من اجل نصر كلمة لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله علي ولي الله. فبالتالي لا يوجد ثبات أكثر من هذا الثبات، واستمر لآخر قطرة في دمه من أجل تحقيق نصرة هذه الثورة، وكملت بعدها السيدة زينب سلام الله عليها. فهذا الثبات كان مشترك وكان يعني معلم أساسي ومبدأ أساسي من مبادئ الثورة ونصرة الثورة. لولا ثبات الإمام الحسين، لولا ثبات السيدة زينب سلام الله عليهم، لما كان ثبتت معالم الثورة الحسينية ولا استمرت لحد الآن. وفي كل سنة وفي كل عام نحن نتحدث عن هذا الثبات وعن هذه المبادئ وعن هذه القيم السامية اللي جسدت في قضية الإمام يعني الحسين. يعني دكتورة حقيقة دائما دكتورة نداء، يعني هنالك انتهاكات نعم. ما بالمفردة الحديثة أو اللي نستخدمها الآن بأبجديات الوقت الحاضر نعم. يعني هل هذا الانتهاك من خلال تدريسكم لحقوق الإنسان وإدارتكم هذه الإدارة التربوية لجيل مثقف وواعي، اليوم تمر عليكم رسائل أطروحات تتبنى القضية الحسينية، تتبنى الانتهاكات اللي تعرضت إلها نعم. يعني هذه الواقعة الكبيرة؟ يعني حقيقة احنا ندرس حقوق الإنسان، فدائما يعني بقضية الحقوق الإسلامية، الحقوق الإنسان في الإسلام، دائما ما نتطرق لقضية الإمام الحسين. يعني تعرفين حضرتك هي قضية الإمام الحسين وانتهاك الحقوق وسبي السبايا وانتهاك أيضا للعهود والمواثيق، هو إجا بناء على يعني سلام الله عليه بناء على عهد من يعني من يزيد، وإجا يطالب بنصرة الحق، لكن للأسف تم انتهاك هذه العهود اللي كان تم الاتفاق عليها. أيضا قضية سبي النساء يعني رأس الإمام الحسين سلام الله عليه كيف يعني ذهب به إلى مجلس يزيد لعنة الله عليه، وكيف تم شرب الخمر أمام رأس المقدس. حقيقة
هي طبعا تعتبر قضية من القضايا المهمة اللي تم انتهاك حقوق الإنسان بها، تم انتهاك العهود والمواثيق. نتمنى أنه إحنا دائما الجامعات وخاصة جامعاتنا العراقية في يعني مادة حقوق الإنسان أن نسلط فصل لهذه القضية، كيف تم انتهاك هذه الحقوق في فترة الحكم الإسلامي، يعني هذا ما أردت حقيقة يعني هذا ما أردت التركيز عليه في الأسئلة التي وددت أن أطرحها على حضرتك، يعني تضمينها ضمن مناهجكم التربوية. مهم جدا. يعني اليوم مثل ما نقول أكو منظار حديث ينظر له لإدارة الأزمات وغيرها، ونحن لدينا هذه الأسانيد وهذه المواثيق الحسينية التي يعني تفوق تصورات قوانين الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وغيرها. صحيح. من الأشياء اللي نسمع بها الكثير. فحقيقة نحن لدينا مثل ما ذكرت أسانيد، شلون نستثمرها في بناء جيل واعد. صحيح. يقود القضية الحسينية بمنظار نعم يختلف عن هذا المنظار. لا، وهناك مقولات عالمية دائما ما يعني تريد أن تشوف صورة الإسلام بأن هو الإسلام لم يأتي لنصرة الإسلام الإنسان عفوا الإسلام لم ينصر الإنسان، الإسلام لم يأتي بالديمقراطية، الإسلام لم يكن مع الإنسان مع المرأة، وخاصة قضية تمكين المرأة حقوق المرأة. هذا رد على المقولات أنه المسلم أعطى دماء من أجل نصرة الإنسان والوقوف مع الإنسان وتحقيق العدالة. فاليوم دماء الإمام الحسين ومن معه هذه الدماء أتت من أجل تثبيت معالم الإنسانية. نعم. فلا يوجد تضحيات أكثر من هذه التضحيات. نعم. اليوم دماء جليلة، دماء مقدسة، هذه الدماء أريقت من أجل نصرة الإنسان، من أجل تحقيق العدالة. ويأتي قائل ويقول نحن نريد الإسلاميين هم لم ينصروا الإنسان، الإسلاميين هم لم يقفوا مع المرأة، ونجد المرأة في الثورة الحسينية هي كانت بطلة وقائدة، وهي من ثبتت معالم الثورة الحسينية حقيقة. نعم، واستكملتها في أدوار. نعم. لاحقة في أدوار لاحقة، في أدوار الدرس وأدوار التضحية وأدوار النضال. يعني إحنا من نشوف مثلا وقفة السيدة زينب سلام الله عليها. نعم. هذه الوقفة الجليلة، الوقفة الشجاعة، المرأة في الثورة الحسينية لم تعطي فقط دروس في الجانب السياسي، إنما في الجانب الاجتماعي، الجانب. نعم. الإعلامي، الجانب الثقافي كان لها دور مهم. بالتالي هذا من استمدت هذا الدور من عقيدتها، من إيمانها بعقيدتها الإسلامية. نعم. لذلك صاغت منها معالم الطهارة ومعالم النبل ومعالم الشجاعة. ومو فقط السيدة زينب سلام الله عليها، نجد نساء مثلا عندنا زوجة خولي بن يزيد الأنصاري عندما. نعم. زوجها أتى لها برأس الإمام الحسين سلام الله عليه. نعم. ووضعه تحت إنجانه وقالت له لا أجتمع معك في بيت، وخرجت وهي قالت رأيت النور يخرج من تحت الإنجانة من رأس الإمام الحسين سلام الله عليه والطيور التي تتطاير. والأخرى ابنة أبي بكر كانت من عشيرة أبناء بكر. نعم. عندما وجدت الرجال والناس عندما تقدموا إلى خيام النساء آل البيت وأرادوا سبي النساء، وقالت لهم ويحك يا وائل يا ابن بكر على زوجها نادته. نعم. أتبيحون حرمة رسول الله. فبالتالي نجد أن هذه الثورة علمت وتعلمت منها النساء. نعم. تعلمت منها الشجاعة، تعلمت منها الصبر، تعلمت منها المبادئ، تعلمت منها التضحية. اليوم نجد المرأة لديها أعز ما لديها هو ابنها، هو زوجها، هو أخوها. قدمته قربانا لنصرة الثورة الحسينية. الإمام الحسين قدمت الابن والأخ والزوج قربانا لنصرة الإمام الحسين ولنصرة هذه الثورة ولتثبيت معالم هذه الثورة. ولولا ثبات الإمام الحسين في هذه الثورة لما كانت النساء ثبتت ولا لم يكن من معه ثبت في هذه الثورة. لو كان الإمام الحسين سلام الله عليه تراجع من أول وهلة وتقبل المغريات التي قدمت له وتراجع ولم يستمر في موقفه وشجاعته وبسالته سلام الله عليه، لما كان أنصاره وأعوانه وقفوا هذه الوقفة وتركوا هذه الدروس المهمة التي ما زلنا نتعلم منها لحد الآن. رباطة الجأش التي اتسمت بها مواقف العقيلة زينب، هي الأم، هي المربية، هي المشجعة، هي المحفزة، هي المكملة لمنهج أخيها سلام الله عليه. يعني موقف صعب جداً. يعني حقيقة يعني كل أنواع إدارة الأزمات اللي يتحدث عنها العالم اليوم بعد دراسات مستفيضة، لكن هذه توضع في كفة والباقي في كفة ثانية. يعني مصائب متوالية نتحدث عنها لكن لوقفة قصيرة إن شاء الله. بعد الفاصل أحبتي المتابعين
لنا عودة معكم إن شاء الله. لضيفتي الكريمة حياكم الله، أهلا وسهلا. يعني دكتورة نداء، تحدثنا عن رباطة الجأش وهي سمة من سمات العقيلة الهاشمية، من السمات التي لا تعد ولا تحصى تجاه هذه المواصفة الكبيرة من آل بيت النبوة. يعني تربت في بيت طاهر، ترعرعت فيه وتربت فيه في أحضان النبوة السامية وفي أحضان الإمامة اللامتناهية. اليوم الحفاظ على أدوار الرسالة وأدوار الإمام سلام الله عليه، أخذت رباطة جأشها باستدامة هذه الرسالة. يعني السيدة زينب سلام الله عليها، الله يعينها، دائما أنا أقول الله يعين سيدتي ومولاتي. أنا حقيقة مريت بموقف صعب جدا، دائما أذكر وفاة والدي للحظات من أني وصلت المستشفى وسمعت أنه والدي توفى، وقع التليفون من إيدي. بهذه اللحظة إجت ببالي السيدة زينب سلام الله عليها. قلت اني يعني بعد ما قدرت اوقف على رجلي، انهيار يعني، قلت تفاعل مع الحدث. سيدتي ومولاتي احنا دائما نقول صبر السيدة زينب والله يساعد قلبها، لكن احنا من توصل للحقيقه يعني شفت اني فقد شخص واحد هو والدي الله يرحمه، قلت لعت هي شلون الله يساعد قلبها، شلون لما مرت به من ويلات واهات ومصائب، من ويلات ومصائب، يعني قضيه يعني استشهاد الامير المؤمنين سلام الله عليه الوالد والسند والذخر والإمام الحسن سلام الله عليه، الإمام الحسين وهذه الفاجعة الكبيرة وقضية المسؤولية الكبيرة، النساء والأولاد والسبي، وعليها أن تتصدى لهذه القضية وتقف ببسالة وشجاعة، فأعان الله قلبها مولاتي. يعني حقيقة موقف صعب جدا، وإحنا يعني نتعلم من هذا الموقف. أنا دائما أي مواقف تمر بي أو حتى من أشوف أوقات تحديات أذية من أي شخص، أقول أنا يعني هذه التحديات والأذية إيش تجي أمام السيدة زينب، إيش قد تأذت، إيش قد شافت، لكن مع ذلك وقفت شجاعة. ودائما ما أردت كلمتها عفوا في مجلس يزيد كد كيدك واسع سعيك، فأقول أي إنسان يأذيني مو مشكلة، أنا أتعلم من السيدة زينب سلام الله عليها. إحنا مو يعني فقط كنساء شيعيات أو كنساء مسلمات أو نساء متصديات، إنه إحنا فقط بالإعلام نتحدث عن السيدة زينب سلام الله عليها ووقفتها وشجاعتها وبسالتها، إنما الأحرى فينا إنه إحنا نتعلم من هذه ونقتدي بها طبعا من الدروس اللي تركتها. إنه اليوم مفاقد الشيء لا يعطيه، إذا إحنا ما كنا حقيقة مؤمنين إيمان حقيقي إحنا مستفيدين من هذه الدروس، لا يمكن أن ننقل هذه التجارب والدروس لأبنائنا وطلابنا حقيقة. لذلك أنا دائما أحدث طلابي أقول لهم إحنا عدنا، إحنا من نتحدث عن الشجاعة، شجاعة المرأة، عدنا اليوم السيدة زينب سلام الله عليها. نعم. إذا أردت قدوة فاقتدوا بالسيدة زينب. إحنا التمكين مو رفع الصوت العالي أو التمرد على العادات والتقاليد وديننا وشريعتنا ومبادئنا وأخلاقنا، لا، عندكم نموذج للشجاعة وهي السيدة زينب. هي كانت سلام الله عليها كانت سبية ووقفت هذه الوقفة الشجاعة، هي تحدت الخطر وتحدت كل هذه التحديات حقيقة، وتحدت القتل وتحدت الشهادة وتحدت اليوم فقد الأهل والسند والذخر والأخوة والأبناء، ومع ذلك هي وقفت ببسالة، استمرت لأنها تسلحت بعقيدتها، تسلحت بدينها. فدائما أقول للبناتنا وطالباتنا عليكم أن تسلحون بعقيدتكم، تسلحون بدينكم، من عندها تقدرون تستمدون المبادئ وتوقفون وقفة شجاعة. وأهم شيء هو مرضاة الله سبحانه وتعالى، وهذا شفناه مبدأ أساسي من مبادئ الثورة الحسنة. يعني من مبدأ أنه لو اطلعت على مصائب الناس لهانت مصيبتي. صحيح. ذكرتي موقف جيد، أنه الإنسان من يمر بمصيبة يتذكر مصيبة أكبر منها حتى يعني تتخفف مصيبته. فدائما نلاحظ ضمن الموروث الشعبي للمجالس الحسينية، للزيارات، للمواكب لإعلاء يعني شعائر آل بيت النبوة، نلاحظ بعض الممارسات الإيجابية التي يقشعر لها البدن من خلال طرح قضية الإمام الحسين، من خلال يعني قلت لك مظاهر الزيارة وغيرها من المظاهر. اليوم أنت وتتحدثين بمشاعر صادقة عندما تقتربين من يعني من هذه الكوكبة النيرة، يعني شنو هاي المشاعر الصادقة، مين تكونت ضمن موروثنا؟
طبعاً. مين جبناها احنا هسه اليوم؟ احنا بس مجرد ينذكر الامام الحسين سلام الله ينذكرون عليك. اهل البيت حقيقه هنالك مشاعر حقيقه جياشه تجاههم. تكوين هذه هذا الارث يعني الصادق تجاه آل بيت النبوه، طبعا هو كان هنالك مد اراد ان يسيء لهذا الارث، اراد ان يقلل من اهميه التجربه الحسينيه، لكن يعني نشوف ست انوار شقد هذه الثوره قويه، شقد اثارها قويه وصادقه وحقيقيه اللي بقت على مر التاريخ والسنوات. احنا دا تتجدد هذه التجربه في كل عام، ونشوف حقيقه نشوف ناس يعني هم اني دا اتفاجئ بالمواقف الحسينيه، مو مسلمين مثلا مسيحيين، تفاجأت انه هم مسمين ابنهم عباس. فسألتهم يعني ايش عجب انتم رغم مسيحيين ومسمين ابنكم عباس؟ قالوا احنا طلبناه من موكب الامام الحسين سلام الله عليه وما كان عندنا يصير اطفال، فمن اجى هذا الطفل سميناه. فشوفوا الاقتداء بالتجربه، شوفوا الاستفاده من عندها، شوفوا هذا الحب الحقيقي. نعم. حقيقه نشوف زائرين مو هم شيعة فقط، زائرين حتى من اديان اخرى صابئه ايضا، الوان واطياف مختلفه. نعم، من الوان. نعم. واطياف مختلفه من اديان مختلفه. ليش؟ لان احنا هذا نعود في بدايه حديثنا انه ثوره الامام الحسين هي ما كانت ثوره اسلاميه فقط، ولا كانت ثوره ورساله للشيعة، ويقولون انه فقط الشيعة يبكون على ائمتهم ويحبون ائمتهم. لا، اليوم الائمة هم مو ائمة الشيعة فقط، اليوم الائمة سلام الله عليهم هم ائمة الانسانية جميعا، ائمة المسلمين جميعا، والدروس اللي تركوها والتضحيات اللي أعطوها من أجل الإنسانية تستحق منا أن نبكي وأن نزور مراقدهم وأن دائما نستذكرهم، وهي الرسالة الحقيقية، أنه هي الرسالة المجتمعية اللي تركوها. حقيقة أنا دائما أقول أنه إحنا الإمام الحسين هو مو فقط يحتاج منا سلام الله عليه أنه إحنا نسير إليه، إنما سلام الله عليه يحتاج منا دائما أن نسير على نهجها، أن نسير على نهج الثورة الحسينية بالمبادئ والمعالم اللي تركتها هذه الثورة الحسينية، والتي هي متجددة وتجسدت لها آثار مهمة، وبالتالي نستفيد منها في تنمية المجتمع، في بناء المجتمع، لأن هذه الرسالة لم تكن رسالة دينية فقط، إنما رسالة سياسية، رسالة اجتماعية، وحتى رسالة ثقافية وإعلامية أيضا. فعلينا أن نستفيد منها في تعاملنا مع أسرنا، في تعاملنا مع الآخر، في تقبل الآخر، في جميع تعاملاتنا، هذا مهم جدا. نداءات اليوم يعني أدوار النساء والرجال، إحنا مثل ما ذكرتي دائما لازم يكون عندنا نماذج. نعم. طيب ما إحنا عندنا نماذج في خضم هذه الصراع والأزمات المتوالية، لكن هنالك دور ثابت ورصين أدارت به العقيلة زينب من خلال خطابها الإعلامي في استدامة التخطيط الممنهج لرسالة الإمام الحسين والحفاظ عليه. وكثير من الروايات التي تقول لولا رباط الجأش وقوة العقيلة الهاشمية لاندثرت قضية الدين. صحيح. الإسلامي. نعم. وليس قضية الإمام الحسين فحسن. بالضبط، وهذه الخطبة العصماء وهذه الوقفة القوية اللي يعني جسدتها السيدة زينب، لو كانت السيدة زينب سلام الله عليها كانت انهارت وكانت ضعيفة واستسلمت للبكاء واستسلمت للضعف، لما كانت ثبتت معالم الثورة الحسينية. نعم. اليوم يعني الإعلام مهم جدا، احنا نتحدث حتى في الوقت الحاضر عن دور الإعلام مهم وإعلام المرأة. نعم. ونرجع ونقول علينا ان احنا نرجع للقدوة، قدوتنا سيدة زينب سلام الله عليها، سلام وهذا الله. الإعلام المهم، إعلام الزينبي، كيف ثبت معالم الثورة الحسينية، كيف وقفت بخطبتها العصماء هذه الوقفة القوية، كيف جسدت آثار هذه الثورة من خلال هذه الخطبة العصماء. نعم. أيضا هي لم تكتفي بهذه الخطبة ولم تعتزل العالم، إنما انتقلت إلى دور الدرس، إلى الحلقات الدراسية، وكانت تعلم النساء وتجسد آثار هذه الثورة وهذه ومبادئ هذه الثورة وأخلاقها وقيمها بالتعاون مع الإمام زين العابدين سلام الله عليه. فإذا دور المرأة مهم جدا، ابتداء من الثورة الحسينية ثم استكملت النساء الأخريات، لكن القدوة الأساسية في الإعلام الحسيني، القدوة الأساسية في الثورة الحسينية، القدوة النسوية هي السيدة زينب سلام الله عليها، بثباتها ورباط جيشها وموقفها هذا القوي. طبعا أكيد هي استمدت هذه القوة، هذا الثبات من البيت النبوة التي تربت. نعم. عليها السلام في هذا البيت، يعني جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي بنت من؟ بنت الزهراء سلام الله عليها، بنت أمير المؤمنين، أخوة من؟
وكل هذه الأرواح التي أعطيت قربانا فداء للإسلام والإنسانية. بالتالي هي تستحق منا سواء السيدة زينب الثورة الحسينية والإمام الحسين إبراز هذه الثورة وهو محورها وقائدها، يستحقون في كل سنة وفي كل عام أن نجدد معالم هذه الثورة ونستذكرها سواء بالكتابة أو بالحديث، أو كذلك أيضا توعية بناتنا وأولادنا بالمخاطر التي يتعرض لها المجتمع الإسلامي والمجتمع العراقي بالذات. يعني الجمال الذي ذكرته السيدة زينب عندما سئلت ما رأيت إلا جميلة، يعني هذا الجمال النابع من جمال هذه الروح المضحية في سبيل نصرة الدين، يعني حقيقة كلام أكثر من رائع، يعني عن مفردة الجمال بثواني، دليل على الرضا. الرضا يعني سنتي. احنا التصالح مع الذات والتسامح مع الذات بالضبط. يعني احنا دائما يقول الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. فبالتالي هي من باب الصبر، من باب قبول قضاء الله سبحانه وتعالى. هي يعني السيدة زينب سلام الله عليها سيدتي ومولاتي تقول ما رأيت إلا جميلا، هي لم تعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى، بالعكس هي تقبلت هذا القضاء ورأته شيء جميل. أحسنتي يعني دكتورة. ورأت القبح من الأعداء، إنما التصرف منهم وهذا العدوان وهذا الاعتداء هو هذا القبح، إنما هذه التضحيات وهذه الشهادة وهذه الدماء التي أريقت هي من باب قربان إلى الله سبحانه وتعالى. شكر جزيل لحضرتك على هذه الإضاءات في حلقة اليوم وبرنامج شمس الفرات. أشكرك دكتورة نداء، ويعني حقيقة إن شاء الله إلى لقاءات قادمة إن شاء الله. أنا شاكرة استضافتكم الرائعة وجدد الترحاب بكم، معظم الله لنا ولكم الأجر والثواب إن شاء الله. إن شاء الله. سيداتي سادتي الأفاضل، نجدد العزاء للأمة الإسلامية بهذا المصاب الجلل، وألتقيكم بشمس فراتية أخرى في رعاية الله وحفظه. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم، في أمان الله.